الاستعدادات كما كتشوفوا كاين واحد شويه تجديد هنا، درنا واحد الديكورات و باش نزينوا ونرحبوا بالفريق الوداد باش نعطيو واحد النفسية، عرفنا باننا حنا كمغاربه كنتعاونوا معاه وكنبغي نزينوا ونعطيو الصوره للبلاد ديالنا. كما تشوفوا الكاف تا هما يجيو يعرفوا شنو عندنا في البلاد ديالنا، شنو هما الاستعدادات باننا نقدروا ننظموا تظاهرات اخرين ان شاء الله لما لا المونديال، ونقدروا نديروا اكثر من هادشي. وباقي عندنا الجديد، يعني كاينين بزاف ديال الناس هنا، شركات اللي كلهم تبارك الله توفقوا، منهم كاين ار اس تي ال اس، الناس ديال التكنيك، يعني بزاف كلهم كنشكرهم. وان شاء الله نتمنوا الكاف يرضى عنا والفيفا ويشوفوا هادشي ويعجبهم الحال، ويكون التوفيق ان شاء الله وناخذوا المونديال ان شاء الله ديال 2026.